انا كأم لطالبة في الطب العمومي جينا هنايا واحد الوقفه اللي هي وقفه سلميه باش كنضامنوا مع وليداتنا وكنساندوهم، لان هاد الوليدات هادو كيستحقوا ان الانسان يساندهم ويعاونهم. هما وليدات كيقراو ناجحين بمعدلات طالعه ونجحوا في المباراه ديال الولوج لكليه الطب العمومي، وعلى حسب الهضره اللي تيقولوا هاد الوليدات هادي تيقول لك حنايا تندافعوا ماشي على حقنا، حنايا تندافعوا حتى على التعليم العمومي. ما بغيناش المدرسه العموميه ان تنزل في المقابل نظرو يطلعوا مدارس اخرى خصوصيه. حنا تنطالبوا غير بحقنا، وتنظن بان هاد تنظن بان هاد الطلبات ديالهم هاد اسمو راه طلبات اللي مشروعه، والتنسيقيه اللي كتمثلهم راه تنسيقيه كتمثلهم يعني بوجه بصفه قانونيه. وهاد المطالب هذه حنا كنتمناو 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 ان تكون استجابه لهاد المطالب هذه، وهاد الوليدات هادو هاد السنه ما تمشيش هكذاك هباء، يتنقد هاد السنه هذه راه تيطالبوا بحقهم. مسائل اللي هي مشروعه خصنا نساندوهم. كيف ما كتشوفوا حنا مقاطعين الامتحانات كاع ما حضرنا اليوم، والبويكوت ناجح الحمد لله 100%، وحنا غنبقاو بويكوتين وغنبقاو مقاطعين كاع الامتحانات حتى يتحقوا لنا كاع المطالب ديالنا عاد نرجعوا نقراو ان شاء الله. كيف كتشوفوا اليوم الطلبه بينوا على المقاطعه ديالهم الامتحانات؟ كانت امتحانات اللي برمجاتها الوزاره على الرغم من المطالب اللي باقي ما تحققاتش ديال الطلبه، كيحاولوا يلتفوا على المطالب المشروعه ديال الطلبه بلاص ما يحقوها، جاو برمجوا امتحانات اللي تفتقر لادنى شروط بيداغوجيه باش انها تدار، الدروس ما داروش، التدارب الاستشفائيه حتى هي ما دارتش، كتجي كتبرمج امتحانات للطلبه في دروس اللي كان مقارنهم، وبلاص ما انتيا تجي تستجب للمطالب ديالهم المشروعه كتجي تبرمج امتحانات بدون ادنى شروط لتحقيقها. اليوم الطلبه بينوا على الحس النضالي والوعي النضالي ديالهم، ما كانش اجبار لتا واحد انه يحضر. الوزير كيقول كيدير الافتراءات ديالو بان حنايا كنمنعوا الطلبه وكنرغموا عليهم على انهم ما يحضروش. كيف كتشوفوا اليوم ما كاين لا لجنه يقاده، ما كاين حتى شي واحد اللي كيمنع الطلبه، هما الباب محلول ديال لافاك، اللي بغى يدخل راه غادي يدخل الامتحانات. الحمد لله كل شيء باين على الحس النضالي ديالو على الوعي النضالي ديالو. بصراحه هو فعلا كاين نزال اللي هو قوي، كاين امن فعلا، كاين حضور امني كبير، ولكن الحمد لله كلشي شاد تيقارو، ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله، ما كاين لا فوضى ولا حتى شي حاجه. وبكل صراحه ما كانش شي تدخل من طرفهم، وتيشوفوا من بعيد تنظن هذا راه من اجل الامن، ما عندناش حنا مشكل. وحتى الاباء والولاد راه كانت مسائل هي سلميه وشعارات سلميه ما تيمسوا حتى شي واحد. رسالتي كأم كنوجهها لهاد الوزراء هادو وكناس مسؤولين انهم ياخذوا بيدين هاد الوليدات هادو ويحقوا لهم المطالب ديالهم. راه مطالب تنظن هي مشروعه، واللي كنظن الحكومه الا بغات هاد الوزارتين الا بغاو يحققوا عليهم راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه وغتستعصى عليهم باش نقضوا هاد السنه هادي. وهاد الوليدات هادو ما يتصابوش بالاحباط، وراه بكل صراحه نفسيتهم مدمره، وحنا كاباء نفسيتنا مدمره، كنت كنطلبوا منهم انهم ياخذوا بيديهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.